لو الكنيست الإسرائيلي رفض هذه الاتفاقية هيبقى ايه الموقف؟ او رفض ان يتم نقل هذه الحياة التانية. انا كمواطن مصري الحقيقة انا شايف ان يعني هذه الجزر او الجزرتين او هذه الاماكن هي اماكن استراتيجيه حيويه جدا جدا للدوله المصريه والامن المصري. انا لا اضمن اسرائيل. هناك اتفاقيه سلام، يعني اسرائيل ليست جاره عاديه زي اي دوله عربيه، ولكن هناك صراع مستمر. ما كانش صراع عسكري، هو صراع سياسي، هو صراع حضاري. فالعلاقات مع اسرائيل ليست علاقات ابديه، ولكن ولا اتفاقيه السلام مع إسرائيل هي اتفاقية أبدية. وارد أن يحصل نوع من الاضطراب في هذه العلاقة، وارد أن تحصل عودة للصراع مع هذه الدولة. وبالتالي أنا هذه الجزر بتمثل لي وجود استراتيجي. أنا بتكلم على رأي هنا رأي شخصي طبعًا. أن وجود هذه تحت السيطرة المصرية هو يعني وجود استراتيجي طبعًا. لأن أنا أعلم أماكن هذه الجزر جيدا طبعا. بيروح شرم بيبقى بيعمل ممكن دايفنج او سنوركلينج في تيران، وبيبقى عارفين يعني. فهي فعلا وفيها في يعني فيها اماكن المصري. فيها وجود وفيها رادارات وفيها يعني مسح حركة الملاحة وحركة كل الحركات الموجودة والتحركات سواء يمينا او يسارا. يعني اذا موقع استراتيجي مهم جدا يعني بالنسبة للامن المصري او بالنسبة للامن القومي المصري. خلينا ننتقل بقى موضوع الجسر. الجسر هيهدد تنقلات البترول لاسرائيل من ميناء ايلات، فبيعترض كده مصالحها بشكل كبير. خلينا نتكلم على مصلحة الجسر بالنسبة ل الدولتين مصر والسعودية. ما هي مصلحة الجسر كبيرة يعني جدا، يعني وحجم التجارة اللي هيعود منها كبير جدا. احنا برضو يعني لا يجب في مسألة الجسر بقى، خلينا نتكلم على الجانب الاقتصادي في هذا الملف. لا يجب ان نخضع للابتزاز الاسرائيلي في المسألة دي. وجود هذا الجسر وجود حيوي واستراتيجي مهم جدا جدا للعلاقات ليست المصرية السعودية، ولكن حتى الى العلاقات العربية. انت لأول مرة يحصل لأول مرة يعني منذ احتلال الإسرائيلي لفلسطين هيحصل نوع من التواصل البري المباشر بين العالم العربي. يعني دلوقتي اللي بيحصل اللي عاوز ينتقل من المغرب العربي إلى المشرق العربي إلى الخليج بيستخدم ميناء نويبع في بيركب المركب إلى العقبة، ثم يواصل الرحلة بريا إلى الكويت أو السعودية أو دول الخليج. الآن في خلال 20 أو 25 دقيقة تنتقل من الأراضي المصرية إلى الأراضي السعودية. هذا أنا في تقدير أنه هو بيمثل نقلة اقتصادية طبعًا كبيرة طبعًا جدا. وعقده ضخمة جدا، عقده ضخمة لأنه حوالي 200 مليون. يعني هو بيخلق محور تنموي كبير طبعا. جدا يعني تخيلي بقى اللي يركب عربيته من مراكش او من الرباط على يعني الساحل الاطلنطي يصل من المحيط الى الخليج زي بيقولوا دون توقف في او دون حاجز مائي او دون يعني انه يستخدم وسيله ثالثه الحياه. فده شايف ان الجسر ده وانا يعني عاوزين نرجع ايضا يعني برضه بالتاريخ. ان الجسر هذا اعلن سنه 1988 في كان في بروتوكول مع الرئيس الاسبق حسني مبارك والملك فهد وبروتوكوله اعلن وجاء هذا انشاء هذا الجسر في هذا البروتوكول. اذا المساله بالنسبه للجسر ليست مساله يعني حديثه او جديده. المساله يعني شوف من 88 حتى الان. ويعني الحقيقه انا على المستوى الشخصي يعني أؤيد إقامة هذا الجسر بشكل كبير جدا لأنه يمثل طفرة اقتصادية بالنسبة لسينا. حضرتك إحنا بنؤيده وهو عوائده الاقتصادية ويعني الأدد فاليو بتاعه يعني كبير جدا صحيح. ما فيهوش كلام. ولكن ماذا إذا رفض الجانب الإسرائيلي إقامة هذا الجسر؟ ودي معضلة كبيرة جدا، واتجه للتحكيم الدولي أو اتجه لمجلس الأمن. ماذا في هذا الموقف كده سريعا عشان ما هو يعني هو ده المشكله. انا يعني دي معضله كبيره جدا يعني بصراحه. يعني انا لا يعني هنا لا يجب هي مساله هنا السياده هنا لازم انا لا يجب ان اخضع هنا للابتزاز الاسرائيلي. ولماذا يرفض؟ يعني لماذا يرفض الجانب الاسرائيلي؟ ايه اللي يعني ايه اللي يهدد
أمن إسرائيل في أن يكون هناك جسر بري بارد؟ لا، هيهددوا أنه في المنطقة دي منطقة استراتيجية جدا بالنسبة لإسرائيل، ونقل التنقلات البترولية ليها من ميناء إيلات. فده لا، هو خلي بالك التصميم الجسر البري دايما من يعني من ثوابت تصميم هذا الجسر أنه هو بيحافظ على حركة الملاحة ومرور السفن، لأن هو بيكون كوبري معلق زي كوبري السلام. طب ما كوبري السلام موجود على قناة السويس والحركة الملاحة مستمرة في عبور القناة. أيوة، بس حضرتك بتتكلم في إسرائيل إن هي اللي دايما متشككة ومتخوفة من كل حاجة عربية، وإحنا ما بنتكلمش في حاجة يعني عربية. لا، إحنا بنتكلم في جانب استراتيجي عربي ضد أو في مقابلة هنا تضارب المصالح. هنا أستاذ، هنا تبرز هنا الإرادة السياسية. هل إحنا لدينا إرادة سياسية قوية في مواجهة هذا الابتزاز الإسرائيلي أم لا؟ يعني هو ده هيبقى المحك. أنا رأيي أن مهما كانت هذه التحفظات، مهما كانت هذه المخاوف الإسرائيلية، مش معقول أن إسرائيل هي التي ستتحكم في مصير القرار أو مشروعات استراتيجية ممكن تحقق. لأن أنا حقيقة هذا المشروع سيحول يعني التنمية في سيناء إلى مرحلة جديدة تماما. يعني هيحول، يعني ممكن يحول سيناء إلى منطقة تنمية اقتصادية عالمية زي هونج كونج، زي مواني، زي منطقة جبل عالي في دبي. فبالتالي لأن يعني يخلق حركة سريعة، لأن تخيلي أن زمن الرحلة لعبور هذا الكوبري حوالي لا تتجاوز 30 دقيقة يعني. فبالتالي هيكون في حركة كثيفة جدا، مش فقط بس من مصر والسعودية، ان حتى المغرب العربي، يعني حركة التجارة، الحركة حتى على المستوى الأوروبي. يعني انت على المستوى الأوروبي ممكن دلوقتي انت ربطتي ربط مباشر ما بين آسيا وأفريقيا، ده كمان هيكون أكثر حيوية وأكثر تأثيرا مع مجموعة الأنفاق اللي بيتم إنشائها تحت أسفل قناة السويس. وبالتالي هيكون ممر دولي، وهنا بقى يدخل بقى الايه يعني الحق ضد الابتزاز الإسرائيلي، لأن هيكون ممر دولي محمي بالمصالح الدولية لهذه المنطقة. عموما ملف الجزيرتين وملف الجسر كبير جدا، يعني ملفان يعني دسمان، وأكيد بيحتاجوا لوقت كبير للمناقشة. بس أنا عاوز برضو أعيد تاني، لا يجب أن نخون الوقت من يعارض هذا الاتفاق. لا، إحنا اتفقنا على كده يا أستاذ هاني، يعني لكن التوضيح مهم جدا للرأي العام. التخوين أو عدم الثقة ده مستبعد تماما. احنا بنتكلم في توضيح للرأي يعني العام، كلا الطرفين وطنيان، يعني لديهم الوطنية ولديهم الحرص والخوف على المصلحة العامة، فلا يجب ان نخون هذا ولا ذاك. ده اكيد متفقين عليه. طيب خلينا نروح للاخبار وتقرير لرئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي اسماعيل. السيطرة على عجز الموازنة وتعزيز دور القطاع المصرفي في التنمية. دايما طبعا عجز الموازنه الصداع في يعني دماغ الحكومه وفي عندنا احنا كمان دايما طول الوقت يعني. ودور القطاع المصرفي الحقيقه في التنميه في الوقت الحالي، محافظتها على سعر الصرف واستقرار العمله اللي احنا بنواجهها في الوقت الحالي، اكيد ده مهم جدا. تعليق حضرتك كده. يعني انا يعني شايف اللي ليه دايما احنا معلقين المشكله في رقبة البنك المركزي. يعني البنك المركزي عشان هو يعني السياسة النقدية هو اللي بيحدد سعر الصرف. اي، لكن من الذي المفترض ان يحقق التدفقات النقدية؟ هي الحكومة ولا البنك المركزي؟ يعني المسؤول عن تدفق التدفقات النقدية، عن تحسين مناخ الاستثمار، هي الحكومة وليس البنك المركزي. طيب الحكومة اللي هي مين في الحكومة؟ الحكومة هي التي المسؤولة عن تدفقاتها من خلال تحسين مناخ الاستثمار. بس البنك المركزي ووزارة المالية، السياسة النقدية والمالية، هم المهتمون المتخصصان في الاحتياطي النقدي وكل ما يخص السياسة المصرفية والنقدية في مصر. لكن المسؤول عن التدفق النقدي للخزينة العامة البنك المركزي أم الحكومة؟ لا، المركزي. لا لا لا، الحكومة هي المسؤولة عن اللي هي تساعد على تحسين مناخ الاستثمار، تساعد على تحسين عودة السياحة، لأن هي دي مصادر
النقد الاجنبي اللي بتدخل في خزينه الدوله باستراتيجيه، لكن أي... مش هي اللي بتدفق ده باستراتيجيه مش... علشان تبدا يعني العائد يروح هنا للمركز. انا قصدي تحسين مناخ الاستثمار. تمام. تحسين طبعا الحكومه، استراتيجيه الحكومه يعني تحسين وضع السياحه طبعا. هو اللي بيجيب العمله الصعبه طبعا، بناء على ما يمتلكه البنك المركزي من احتياطي بيبدا يحدد السياسة النقدية. الحقيقة المشكلة مش في البنك المركزي، المشكلة أنا شايف أنها في ملعب الحكومة. عليها أن تحسن مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات، عليها عن يعني شو السياحة رافد مهم جدا من روافد النقد الأجنبي أو العملة الأجنبية. المفروض أن السياحة تعود تاني، زي الدولة أو الحكومة تحسن مناخ الأمني في مصر، تساهم أو تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، في جذب السياحة، لأن هي دي مصادر الدخل. لأن تمام. تحسين مناخ الحق يعني يجب أن الحكومة تتحرك في الملفين بأسرع وقت، لأن هم دول اللي هيقدروا يحققوا عائد اقتصادي بالعملة الصعبة، وبالتالي تخفيف الضغط عن الجنيه. احنا بنتكلم دلوقتي البنك المركزي بيعلن عن سعر للجنيه، وفي السوق السوداء له سعر تاني. يعني ده نتيجة ايه؟ نتيجة عدم توافر الدولار او عدم توافر العملة. العطاءات اللي بيعملها المركزي الحقيقة والعطاءات الاستثنائية الدولارية، هو ده بيحاول من هنا يوفر عملة صعبة علشان يعني يواجه السوق السوداء او السوق الموازية وما الى ذلك. طيب استاذ هاني عمارة مدير تحرير الارم، بشكر حضرتك جدا على التحليل والتوضيح، وبنتمنى لحضرتك يوم سعيد ان شاء الله. شكرا يا فندم. كل الشكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة. وبعد بلاط صاحبة الجلالة خلينا نروح للملاعب والشامبيونز ليج ونشوف أهم أخبار الساحرة المستديرة مع عبد الله بعد الفاصل.